بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. هنعمل مع بعض دلوقتي طريقة التومية بطريقة موفرة. عندي كوبايتين مية، ملح وفلفل، 4 معالق نشا كبار، نص كوباية زيت، 4 معالق مايونيز، عندي فصوص ثوم وكوبايتين زبادي. دي المكونات بتاعتنا. الطريقة بتاعتنا هنبتديها بان احنا هندوب الاول النشا بتاعنا على البارد. طبعا التومية بتتعمل بطرق كتيرة جدا جدا، اوفرها الطريقة دي بتعمل كمية كتيرة، ومعظم المحلات بتعملها بره عشان تبقى موفرة بالنسبة لها. احنا دلوقتي بعد ما دوبنا النشا كويس جدا هنضيف الملح والفلفل، وهنضيف فصوص الثوم، ونرفع كل المكون بتاعنا دوت على النار لحد ما يوصل للقوام اللي احنا عايزينه. طبعا اي حاجة داخلة فيها نشا هترفعيها على النار، لازم تفضلي تقلبي فيها عشان النشا ما يكلكعش، لحد ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه. زي ما حضراتكم شايفين النشا بتاعنا بدأ يتقل، هخليه يتقل اكتر من كده شوية. اهو القوام اللي انا عايزاه هو دوت، هسيبه يبرد قبل ما يبتدي اشتغل فيه مرة تانية. المكون بتاعي النشا وصوص الثوم ملح والفلفل اهو برد زي ما حضرتك شايفة، هو دلوقتي تقل. هبتدي احط المكونات اللي فاضل عندي، والنشا ده هتلاقيه خفيف جدا دلوقتي او هيوصل لقوام التومية اللي احنا متعودين عليها، فما تقلقيش ان النشا معاكي تقل قوي، ما كل ده هيخف مع المكونات اللي فاضلة اللي انت هتضيفيها. طبعا ضفنا الاول الزيت، وبعد كده ضفنا المايونيز، ودلوقتي هنضيف الزبادي، وبعد كده اخر مكون اللي هو النشا هنحطه عليه، وهنضرب كل دوت في الخلاط او تضربيه في الكبة او اي حاجة متاحة بالنسبة لك. وكل ده هتشوفي القوام بتاعه دلوقتي عامل ازاي، زي التومية اللي انت بتاكليها في اي محل برا بالظبط. اهي، فلو حتى النشا لقيتيه تقل معاكي قوي فما تقلقيش، كل المكونات المضافة عليه هتخليه في القوام اللي انت عايزاه. زي ما حضراتكم شايفين اهو التومية بالقوام بتاعها دوت، وهتعمل كمية كبيرة جدا. طبعا ممكن تعملي التومية دي بالمايونيز بس طبعا الطريقة دي موفرة لأي بيت. وبالهنا والشفا.